السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على غوات توان. ازيكم يا شباب، عاملين ايه كلكم؟ وحشيني جدا جدا والله العظيم. اول حاجة بس في بداية الحلقة احنا هنخش بس نشوف كده ايه الدنيا عندنا والدنيا عاملة ايه. خش بقى كده ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه معاكم النهاردة. هنبتديها من فوق، بس من فوق خالص شويتين كده. ادي الزغلول الجمعية وادي الزغلول العكسي، بيتدشروا بياخدوا الدشار بتاعهم زي ما قلنا، ناطرينهم شويه بره، حاطين مسقتين فوق عشان الشياله ما تقلبش لورا، ما تقلبش لبره، عشان لو وقفوا في الحته دي كده المتطرفه ديت زي ما هم واقفين كده يعملوا تقل، فدي تعمل عمليه توازن. تمام، يبقى دي اول حاجه. ونخش كده نسمي كده، ادي القص الكريزليات، ادي الزغلولين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ادي الزغلولين بسم الله ما شاء الله. طبعا مشكله اللي هو زغلول كبير وزغلول صغير، مؤاخذة يا جدعان السلك، بس زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان ما فيش حاجه اسمها، ادي السلك اهو اللي عامل الازمه، نجيبه كده. طبعا ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان ممكن تدي لونين مختلفين من الحمام زي اللونين دول كده اهو، ويكون يجيب لك واحد وواحد، ممكن يجيب لك الاثنين زي ما انت شايف الاثنين شبه بعض اهو. تمام، اللي جوه ده يطلع ذكر، اللي جوه ده كده ده هيطلع ذكر، ودي بنوته، دي بنوته دي. تمام، فزي ما انت شايف ممكن يطلعوا واحد واحد، ممكن يطلعوا الاثنين شبه بعض، ممكن يطلعوا لك حاجه ثالثه خالص، يعني طاجن قلاب. تمام، زي ما انت شايف الزغاليل اهي الحمد لله واكله وشبعانه الحمد لله. نطلع بقى الزغاليل للاهالي، نطلعهم واحده واحده بس ايه عشان ما فيش حاجه تروح واقعه مننا. زي ما انت شايف اهو الزغلول، اول لما نفتح له هو خايف. ادي الاهالي في الاستقبال، ادي الزغلولين اهم يا باشا الحمد لله، ربنا يبارك فيهم عشان هنطيرهم لكم برضو مع الزغلولين دول. تمام، طبعا اهم حاجه يا جدعان، انا حطيت الزغلولين دول مع بعض في العين دي، الاثنين مع بعض ليه؟ عشان مش اول لما يطلعوا يتفاجئوا ببعض، يعني يطلعوا الاثنين كده اهوت، اول لما اجي اطيرهم الاثنين يطيروا يبصوا يلاقوا بعضيهم مع بعض، ولا ده عارف ده ولا ده عارف ده، فكده بيخاووا بعضيهم. فاحنا لازم نخاوي الحمام علشان ربنا يكرمنا فيه كده، وبرضو نوريكم ونمتع عينيكم بنشف بلكونه. تمام، وادي النتاية اللي يشرب بندقه بسم الله ما شاء الله، هي طالبه شغل اهي، بس ربنا يكرم نجيب لها الذكر. ده بقى القص اللي عامل حكايه، طبعا هتلاحظ ان مفيش حصوه في قلب الطاجن، الحصوتين اهم طبعا خدوا هوا، خدوا هوا جامد. لما حكيت لكم وقلت لكم ان الحصوتين دول وقعوا من قلب الطاجن، في حصوه منهم والكاميرا عامله فوكس بس اهو، مش عايزه تظهر، مشروخه، فدخلها هوا، والحصوية التانية برضو دخلها هوا. احنا هنفتحهم دلوقتي مع بعضينا ونشوف ايه الدنيا معاهم. خليكم معانا نحط التليفون كده عشان نفتحهم مع بعضينا. يلا بقى كده ايه نسمي الله ونشوف ايه احوالهم وايه اخبارهم بالراحة كده. حصوية اهي عملت زي عفونة، هنفتحها كده واحدة واحدة مع بعضينا نشوف برضو، عملت طبعا عفونة يعني زي ما حضرتك شايف كده، مش عارف انت شايف بقى ولا لأ، بس اهو عملت عفونة. وفي زغلول يعني كان خلاص شبه متكون. تمام، دي اول حصوايه،
الزغلول ده كامل، بس للأسف والحصوية ناشفة. ده ممكن يكون كبس يا جماعة. ما كبس زي أخوه. ده كان لسه ده مكة بس يا جدعان. الزغلول اهو قدامكو بس لسه حواليه ميه اهو، خدت هوا برضو، الحصوه باظت مع انهم ما كانوش بيقوموا من عليها اهو. ده الزغلول من جوه الحصوه اهو مكة بس. طبعا الريحه صعبه اهو. يعني الحمد لله ربنا عوضنا بإذن الله، وطبعا دي حاجة ما تزعلكش، يعني انت في الغية تشوف اكتر من كده بكتير، بس الحمد لله وربنا يكرم بإذن الله بأحسن منهم وربنا عوض علينا يا رب. طبعا تعالوا بقى ايه نشوف اللي لسه ما خلصناهمش. نجيب الكرسي ده كده اهو، مؤاخذة يا جدعان، نجيب الكرسي كده ثانية واحدة اقلب لكم الكاميرا. زي ما انت شايف كده ده كان قاعد بيتشمس اهو، الشمس داخلاله كان قاعد بيتشمس. وادي الاصيلة والله، ده انا بحبها لله لله كده مش عارف ليه. طبعا عقد على الحصويتين اهو، نوريها لكم برضو اهو. الدكر زي ما انتم شايفين بيضرب على بس والله اوري الناس بس اهو، زي ما حضراتكم شايفين برضه عمال يضرب فيا اهو. خلاص يا معلم، خلاص انا اسف. يعني انت راحت رقادي التانية. طبعا الحركات دي ما جدعان ما تعملهاش، حمام معين اللي تعملها معاه اللي انت بتكون واثق منه. هي بتلم الحصويتين تحتيها اهي. بص بقى الحنيه وهي بتلم الحصويتين تحتيها. نبعد شويه برضه، لمت الحصوتين تحتيها اهي ورقدت عليها. بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويطرح فيها البركه. طيب دي النتايه اتكلمنا عليها، والقص دوت الدكر ده سك النتايه امبارح. تمام، فكده تمام باذن الله، منتظرين الحصى الجديد بقى بامر الله، ربنا يكرم. انا رجاله مش محتاج اقول طبعا، او محتاج اقول عادي، اهم حاجتين في نش الحمام سواء من بلكونة سواء من غية هم حاجتين مفيش تالت ليهم، معاد وكلفة، معاد وكلفة. طيب انا الزغاليل اللي فوق ديت بعمل معاها ايه؟ انا بطلعها على الساعة 12. طبعا انت عايز بقى انت وقت، شوف انت وقت ما فاضي طلعها على الساعة 12، بس طلعها في النور برضه عشان تعرف تشوف. طلعها على الساعة 12، بعد كده خليها تتشمس وتدشر نفسيها مع نفسيها كده اهوت، واسيبهم انا بقى واشوف انا ايه مشاغلي واشوف دنيتي، واجي على العصريه كده على الساعه 4 اروح طريقهم في الباب بتاعهم، مدخلهم على العين بتاعتهم واروح كلفهم. طبعا هو من امبارح في نفس الميعاد ده ما اتكلفش، الاكل بيتحط قدامه نص ساعه وبعد كده بقشط من قدامه الاكل علشان يبتدي يحفظ ميعاد كلفه، حفظ ميعاد الكلفه وحفظ ميعاد ان هو يخش بابه. تمام، كل ده انا استفدت منه. تاني حاجه بقى، هو ما بيتدشرش بالطريقه دي كده على طول، زي ما قلنا وريناكم قبل كده ان احنا بنحطهم على السور. لما بحطهم على السور بسيب لهم الباب بتاعهم مفتوح. ليه؟ عشان لما يجي يقرر يلاقي كلها البيبان مقفوله وفيها تمام جيرانه بالمعنى صح، وبابه هو الوحيد اللي مفتوح، فيعرف ان ده الباب بتاعه فيحفظه. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر، بدشر وبحفظ باب وبدي معاد، اهم حاجة. تمام، وبرضو من اهم الحاجات ان انت تعمل معاد للكلفة لحمام النش، ومعاد الكلفة دوت بيكون اول لما ايه انت اللي بتعمله، مش الحمام هو اللي بيربيك، لا انت اللي بتربي الحمام. فانت انا دلوقتي حفظت على ميعاد الساعه 4، يبقى هو كده هيخش اوتوماتيك على الساعه 4 عشان عارف ان ده ميعاد كلفته. تمام، يبقى انا كده هو ده اللي انا عايزه، مش عايز حاجه تانية.
وربنا يكرم الجميع باذن الله. وزي ما قلنا برضو مش هنعمل حلقه للناس عامه، لا احنا هنوريك الدنيا اللي بتحصل عندنا، وفي نفس الوقت بنديك مختطفات عن الناس في البلكونه، تمام؟ وبامر الله برضو هنبقى نطلعهم مع بعضينا، يعني هم جاي اطلعهم مع بعضينا برضو. ماشي، ما تنسوناش في دعواتكم ولايك للفيديو واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.